إذن مشاهدي الكرام، تأهل تضامن حضرموت برفقة جاره الشعب الذي حسم البطاقة ليمثل الساحل في المربع الذهبي الذي سينطلق أواخر الأسبوع الجاري في سيئون، وتحديدا بصالة المغطاة صالة الشهيد علي بن معبد. ويمثل طبعا الوادي بسيئون طبعا البرق تريم ووادي سيئون أيضا، سيتم تحديد المركزين الأول والثاني بينهما بنهاية مواجهتهما الاثنين القادم، حيث سيلعب أول الساحل شعب حضرموت مع ثاني الوادي، فيما يلعب أول الوادي مع ثاني الساحل تضامن حضرموت. ويتأهل الفائزة للمباراة النهائية على كأس البطولة، ويلعب الخاسران على المركز الثالث. للمزيد من التفاصيل في هذا الجانب ينضم معي الكابتن محمد خراز، وهو رئيس اتحاد كرة السلة بوادي حضرموت، عضو الاتحاد العام لكرة السلة على مستوى الوطن. مرحبا بك كابتن محمد، سعد الله مساك بالخير. مرحبا بكم، مساكم الله بالخير وجزاكم الله خير، مشكورين على تواصلكم الدائم معنا واستمرارية تواصلكم من أجل تغطية الأنشطة السلوية في محافظة حضرموت وفي اليمن عموما. يعطيك ألف عافية كابتن محمد. ما الذي تفعله في سيئون اليوم؟ الناس كلها تتحدث حول الجمهور العريق الذي يحضر المباريات في كرة القدم، في السلة، في الطائرة. ما هذا الحب في سيئون للألعاب الرياضية بمختلف أنواعها؟ اللهم لك الحمد والشكر، هذا توفيق أولا من الله، وثاني شيء الناس شغوفين لحب الرياضة وحب النشاط الرياضي والألفة واللي يسمعها على التشجيع ومادرة انديتهم، وإنما هذا يعكس هو ترابط اجتماعي مجتمعي من أي حول الشباب، وهذا الشيء ليس غريب علينا في حضرموت في اليمن عموما، نحن ناس شواقين للاجتماع وتشجيع الشباب. نعم. وإن شاء الله تكون التجمع الأخير هذا يكون مثابة تجمع يعكس مدى حب الناس للرياضة بشكل عام. نعم. في الحلقات الماضية أنا قلتها، فخور بالرياضة والألعاب الرياضية بمختلف أنواعها بحضرموت، والبعض عاتبني لماذا بحضرموت فقط، لماذا لا تذكر بقية المحافظات هي أيضا تقيم أنشطة وفعاليات رياضية. أنا أتفق مع ما قيل، لكن أيضا لحضرموت حقيقة التفرد والتميز في كثير من الألعاب الرياضية. كابتن محمد، الناس تتساءل أنه هذه اسمها البطولة الرمضانية، اليوم إحنا خلاص خلص رمضان وإحنا في نهاية شوال، ما الأسباب التي أدت إلى تأجيل هذه البطولة؟ هل بدء في رمضان ولا ما الذي أجلها لليوم؟ طبعا بالطبع هذه البطوله الرمضانيه هي برعايه من محافظه حضرموت الاستاذ محمود بن ماضي، وتمويل خاص من البرنامج السعودي لتنميه الاعمار اليمن. نعم. شاكرين لهم هذا التمويل، انما هي جاءت البطوله في اواخر رمضان، يعني فكره البطوله والتمويل. طبعا نحن عندنا 17 نادي، ما بنقدر على 17 نادي ان نحصلهم في خلال 10 ايام، بيكون في اخر رمضان، والخصوصيه الشهر العشر الاخر في حضرموت انهم ناس يتفرضون للعباده، فاضطرينا احنا نطرح برامينا على انه تكون نكمل في الباقي في شوال. فاللي معه في البرنامج السعودي سنة غالباً رحبوا بالفكره انكم، نحن محترمين البرامج حقكم ونحن على طول دعمنا متواصل، وبامكانكم تخلصون بطولتكم في شهر شوال. نعم. هذا اللي سبب التاخير هي، ولان هو ما تبقى من البطوله الرمضانيه. نعم. الان اربع فرق الذي تاهلت الى المربع الذهبي. ايوه. اللي هي تضامن وشعب حضرموت ومن نادي سيئون. نادي سيئون نادي البرد من تريم. هل باعتقادك انت كمتابعهم وصلوا الى النهايه؟ هل في فرق كان يفترض انها تروح للمربع الذهبي لكن في بعض الامور الفنيه لم تحالفها، قدمت ادائها بشكل جيد وللاسف لم تصل الى المربع الذهبي؟ ايوه في عندنا مثلا نادي المكلا ونادي شبام ونادي وحده التريم. نعم. هم كانوا فريق جيد واخذوا بطولات السابقه في الفترات الماضيه، لكن ما حالفهم الحظ، يمكن الاعداد متاخر حقهم او عندهم ظروف شخصيه، لكن الحمد لله في ناس كما نادي الشعب استعد مبكرا في بطولات سابقه، ونادي التضامن ونادي السيئون والبرق وتاهلوا، ولكن نقول ان شاء الله الحظ حليف ومعوضين ان شاء الله الانديه الاخرى. هل في لاعبين محترفين اجانب في الفرق التي الان وصلت الى المربع الذهبي؟ لا، نحن البطوله هذه خصصناها بابناء حضرموت. يعني انت تعرف انه في انديه شعب حضرموت وفي انديه اخرى معهم لاعبين محترفين من خارج المحافظات. صحيح. لكن لائحه البطوله
أخصت مثل حق بطولة كأس الحضرموت كرة القدم، أخصت بأبناء محافظة يلعبون فيها فقط. نعم جميل. بحكم أنه البطولة أو المربع الذهبي في البطولة الآن في سيئون حيقام في صالة بسيئون، هل يمكن أن يكون الجمهور والأرض أيضا مساعد لأن تكون فرق وادي حضرموت تتغلب على فرق ساحل حضرموت؟ والله إن شاء الله، لكن هو معتمد على الجوانب الفنية. يعني بقول لك الأمانة، مثل نكون واقعيين، نادي شعب حضرموت اللي هم عم درب الأستاذ هشام حجيرة ولاعبين من أبناء الوادي حتى محترفين مع نادي شعب، لأنه الاحتراف في البطولة داخليا مسموح لأبناء المحافظة. يعني كابتن محمد، يعني أنت تقدم للخسارة؟ بتعمل مقدمة كذا شوية؟ لا مو مقدم خسارة، أنا معترف بالآن بفنية، لكن في نادي سيئون في مدرب ميتين، وفي بازياد في شباب ميتين، في نادي البرق في شباب ميتين، نادي التضامن استعان بمحترفين من داخل المحافظة، ولكن أنا أقول المستويات الفنية هي اللي تحكم، لكن بعدين المباريات لها أحكام ولها نفسيات. من ترشح أنت لخطف لقب البطولة؟ والله نشوف البطولة بين نادي سيئون ونادي الشعب. نادي سيئون ونادي الشعب. لأنك رئيس الاتحاد في الوادي تبع سيئون؟ برضو الشعب من الساحل. طيب كابتن محمد، هل من جوائز ستقدم لهذه الفرق التي وصلت إلى المربع واللي حيحوز المركز الأول والثاني وكذا؟ أقصد جوائز مالية وكذا. في جوائز مالية، وفي كؤوس وميداليات عطول لازم. نعم بلا شك، هذه البطولة، تنظيم مثل هكذا بطولات كبيرة ويكون فيها كثير من الحماس، هي يعني تساعد بشكل كبير جدا اللاعبين فنيا بدنيا مهاريا وغير ذلك. يعني المدى الاستعدادات لتمثيل حضرموت على مستوى الجمهورية، مستوى المشاركات الخارجية أيضا؟ انا بحكم ان بقول لك، انا بحكم ان عضو اتحاديه من اهم كرة السلة، نحن طبعا في حضرموت ممكن الوحيدين اللي نشاطنا مستمر. نحن ما نضل مكتوفين الايدي للدعم الحكومي. نعم. يعني ممكن الشغل الشركات والاستثمار التجاري من اي في عمل بطولات داخليه، دائما يكون النشاط عندنا. انا بقول لك، انا رئيس فرع الوادي خلال العام كله الماضي وانا اشتغل بطولات، من بطوله لبطوله من بطوله لبطوله. نعم. كمان هذه البطوله البالك نفس المستوى الفني بدا يرتفع عند الانديه. عندنا شعب حضرموت الان مرشح ان يكون من افضل الانديه على مستوى الجمهوريه، واللي يشارك في بطوله الدوري الدوري الاولى، يعني من المرشحين لنيل بطل دوري الجمهوريه منيه. نعم. طيب والشيء الثاني برضه، عندنا احنا دوره برضه في شهر 5 دوليه متقدمه للمدربين بتعرف في مدينه مكلف في 15/5. جميل. طيب كابتن محمد، ما الرسالة التي تريد إيصالها للاتحاد العام للعبة وأنت عضو في هذه وأنت عضو في الاتحاد العام لكرة السلة؟ أيضا الرسالة التي تريد إيصالها لمحافظ حضرموت، لوزير الشباب والرياضة؟ فرصة وأنت معنا على الهواء الآن. طبعا أول شيء أحب أوصل لطلع ستار الحمداني، أول شيء أشكره على الجهود المبذول، لكن برضو نحن إلى الآن ما حققنا مأمول منا كأعضاء الاتحاد العام بالنسبة لأبناء اللعبة. يعني اللي عنده حقنا غير واضحه، البطولات ما هي مرسومه بشكل معين، التواريخ، يعني لازم نكون صادقين مع الناس، لان نبدا الدوري عندنا كذا وينتهي كذا. نعم. لازم نكون كذا واضحين. هذا اللي بالنسبه للاتحاد العام. بالنسبه للمحافظ والله ما قصر معنا، وان شاء الله نحن لنا طلب وحيد منه اللي هي بطوله كاس حضرموت اللي مثل سنويه مثل كره القدم، هذا كان مطلبنا منه، ووعدنا احنا ان شاء الله جزاه الله خير. بالنسبة للأستاذ وزير الشباب والرياضة، أقول لهم يا جماعة، نحن دائما مثلنا في اتحاد السلة مثل الاتحادات الأخرى نعاني من صحة الإمكانيات والمخصصات الفصلية والمخصصات السنوية، يعني ما في شيء واضح، ما في مخصص. أنت كاتحاد عام أقول لك هذا مخصصك الثانوي، مثلا زي ما كنا. نعم. كنا في الزمان نسلم 80 مليون ريال مخصص نشاط داخلي وخارجي، وهذا اللي خلاص يخليه برمي ايدتنا في البطولات. صحيح. لان احنا ما عند الله عند الفلوس، 800 فلوس نلقينا بطوله على مستوى الموال اللي نسلمها. نعم. ان شاء الله تكون رساله حبوس الله يحفظك، وفي رساله حبوسها هو شكر وتقدير للبرنامج السعودي لقمه عمان اليمن، متمثلا بالاستاذ عبد الله بس اليمن والاستاذ طارق بشراحيل، هذا اللي هم وقفوا معنا وقفه، يعني وقفه نشكرهم عليها.